ازيك، اخبارك ايه؟ بقالنا كتير ما تكلمناش. كنا بنتكلم من خلال البالتوك، يعني كنا بنقدر ان احنا نتكلم، لكن لاسباب كتير انت بعدت عن البالتوك، وانا كمان بصراحة ما بقاش مكان الواحد حاسس ان هو يقدر ان هو ايه يعني يكون مرتاح فيه لاسباب كتيرة. بنتكلم من خلال الفيسبوك، بنعلق على الاراء، بس الواحد ساعات بيحس انه عايز يتكلم، عايز يفضفض، مش بالكيبورد واللغة بس انه يتكلم. انت طبعا من الناس اللي الواحد فعلا بيحس ان هو يقدر يعني يقدر ينتج حوار معاها بشكل او باخر من ضمن كل الناس اللي موجودين دول، يعني بيحس ان في قدر من الاختلاف، من الاتفاق. يعني انت لو تلاحظي الناس حاسة، يعني انا حاسس انهم بقوا في منظومات كده، يعني طبقا لاي قضية تقدري ان انت تستنتجي هو وجهة نظره هتبقى ايه. يعني يحصل القضية الفلانية فتبقى عارفة الناس كلها وجهة نظرها في هذه القضية، كل واحد في تيار معين وجهة نظرهم كذا، مفيش هذا التنوع. يعني المهم اللي محفزني الحقيقة ان انا اتكلم هو قضية غريبة جدا. ولد اسمه احمد ناجي، الولد اول مره اسمع عنه، يعني المفروض ان انا يعني ايه بس بعد يعني اعرف مين اللي بيكتب ومين اللي يعني ايه له علاقه بالكتابه في مصر، لكن بمنتهى الامانه الولد ده عمري ما سمعت عن هذا الاسم، ما اعرفش اذا كان كاتب قبل كده ولا لا. المهم الولد يعني واضح ان هو من خلال النص اللي هو كتبه واضح ان ده مجهود متجاوز مرحله البدايات، سمح له ان هو ينشر هذا النص في اخبار الادب. المهم الولد اسمه احمد ناجي متحول للنيابه هو ومدير تحرير اخبار الادب بسبب نص. تخيلي مفيش حد تقريبا بيتكلم عن الموضوع ده، يعني انا عرفته بالصدفه من خلال منشور واحد على الفيسبوك على استحياء سليم بيتكلم عن القضية دي، واللي كاتب الموضوع يعني ده المضحك في الموضوع، يعني اللي كاتب الموضوع اللي نشر هذا المنشور عن أحمد ناجي والرواية بتاعته والقضية بتاعته واحدة من المدافعين عن الحريات، من يعني من المضادين للسيسي ودولة القمع العسكرية وكل هذا الكلام، ومع المعتقلين وقانون الطوارئ وقانون التظاهر وكل الأفلام دي. كاتبة ايه؟ كاتبة بتقول ازاي الكلام ده يتقال عليه اصلا انه ادب؟ ده المفروض يتحاكم بالنص، كاتبة هذا الكلام المفروض يتحاكم بتهمة اللي مش عارف الرداءة الادبية، حاجة من هذا النوع. وده وازاي اخبار الادب اصلا تنشر هذا الكلام؟ وطبعا الواحد مع الحريات، الواحدة مع الحريات وكل حاجة، بس مش ممكن اتورط في الدفاع عن حاجة زبالة زي دي، حاجة من هذا النوع. يعني ده الشيء الوحيد اللي اتكتب عن انسان بيتقدم في مصر للنيابة بسبب حاجة هو كتبها. سليم لك ان تتخيلي، يعني انا مش يعني المفروض ان الواحد يعني ايه يعني يكون هذه القضية موجودة ومتداولة بانتشار، يعني شخص متعرض لأزمة مع حريته بسبب حاجة هو كتبها بسبب عمل أدبي. لكن ده مش عمل ادبي، ده اولا ما حدش بيتكلم عن الموضوع، يعني ولد ممكن يتسجن ياخد 10 سنين حتى سجن ولا حد هيهتم. اللي اهتمت انها تتكلم، اللي فتح عليها ربنا بكلمه كتبت عشان تشتم. طيب ماشي، انا قريت الكلام طبعا لازم افتح اللينك واشوف الكلام. هو عباره عن لما انا قريت لقيت فصل من الروايه، المفروض هو ده الفصل اللي اتنشر، او يعني المهم ان ده يعني ايه جزء من، انا مش فاهم بالظبط التفاصيل، بس الكلام اللي انا قريته ده اتنشر في اخبار الادب، وبالتالي الولد متحول للتحقيق مش للتحقيق يعني معمول له قضيه هو وكمان المسؤول في الجريده بسبب هذه اللي اتكتب. ايه مشكله الكلام؟ الولد كاتب اولا زي ما انا قلت لك كلغه ادبيه ده ادب، يعني ما ينفعش ان واحد يطلع يقول لك لا ده مش ادب ده اسفاف، لا ده ادب. مش عايز اقول ان هو عبقري يعني الكلام ان هو نص قيم، لكن بالتاكيد ده نص ادبي محدش يقدر طبقا للي بيتكتب في مصر.
يعني بالتاكيد مفيش حاجه اعلى من كده بتتكتب في مصر مثلا. يعني انا يعني بقرا مكاوي سعيد مثلا، بقرا الناس اللي بتكتب في مصر بعد نجيب محفوظ، من ما بعد نجيب محفوظ لغايه النهارده، مفيش لغه ارقى مثلا، فبالتالي يتقال ان ده مش ادب. المشكله ان الولد كاتب الفاظ اعضاء جنسيه من اللي هي المصريه بالعاميه المصريه، يعني كاتب كده في الكلام وقمت بعمل كذا، ذاكر اسم العضو الانثوي زي ما بيتقال في العاميه المصريه، كاتبه كده بنفس الكلام، قمت يعني بعمل كذا لكذا وكنت بالكذا كذا، يعني ذاكر الالفاظ زي ما هي بتتقال في العاميه المصريه في الشارع، في يعني ايه الفاظ مكتوبه بهذا الشكل ومطبوعه. طيب هو السؤال هنا يعني بالنسبه لهذه التي استفزها هذا الكلام، ان هو ازاي ده ما يبقاش ادب؟ انت ما بتسمعيش الكلام ده في الشارع؟ يعني هل انت بتطالبي بان اي واحد في الشارع يقول هذا اللفظ، يذكر اسم عضو الانثى التناسلي بصيغته العاميه يذكره في الشارع، او العضو التناسلي للذكر يذكره في الشارع؟ هل لما بيتقال هذه الالفاظ في الشارع انت بتطالبي بسجن او عمل قضيه لمن يعني يذكرها؟ يعني اشمعنى المشكله لما ده الطبع؟ يعني وبالتاكيد الجريمه مش في حد ذاتها في ذكر هذه الاسماء، يعني مش يعني يمكن ده يكون جريمه، المشكله ان الكلام ده الطبع، يعني دي رقم واحد. رقم اثنين، لما نبص للي بيحصل في العالم حوالينا، يعني هل هي جريمه مثلا في اي مكان في العالم؟ يعني شوف السينما الامريكيه، يعني هل في السينما الامريكيه في اي لفظ بيقال في الشارع ما ينفعش انه يتقال في السينما؟ هل في اي لفظ من الواحد بيقرا، يعني بنقرا دان براون، بنقرا ستيفن كينج، بنقرا جون جريشام، بنقرا كل اللي بيكتبوه الامريكان، بنقرا كل اللي بيتكتب، هل في جريمه في اي منطقه من مناطق الادب في العالم لان يطبع يعني كلام المفروض ان هو يكون خارج، ان هو يطبع طالما الكلام بيتقال في الشارع يبقى طبيعي ان هو يكون جزء من سياق ادبي، سياق انساني ما بتعبر عنه التجربه زي ما الايه الشخص مختار ان هو يقولها. المهم في الموضوع ان ده كل ده كوم، يعني جوده النص دي كوم، يعني كل نص ادبي ولا لا دي كوم، كل ده كوم. وفكره ان الانسان يدخل يعني يقف في مشكله مع جهاز الامن لسبب حاجة انه كتابها ده كوم تاني، يعني المفروض ان دي مسائل نكون معديينها، يعني المفروض ان كله يكون متفق على ان ده غلط وان المفروض يكون في تضامن مع هذا الشخص. ناهيك على ان النص ده ادبي فعلا، يعني انا عايز اللي انا مستغرب له، يعني هل هذه الانسانة التي كتبت هذا الكلام عن احمد ناجي انه ده اسفاف وده كلام فارغ وده مش ادب وده يعني شيء، ازاي اخبار الادب تنشر هذا الكلام؟ يعني انت ما قلتيش هذا الكلام عن واحد زي يعني مين ارقى؟ يعني انا اي انسان على علاقه بالادب هيقرا نص احمد ناجي ده، نص اسمه استخدام الحياه، الروايه اسمها استخدام الحياه، ونص يعني ايه من هذه الروايه اتنشر، اي حد هيقرا هذا الكلام هيعرف ان ده نص متطور ومتقدم عن نص علاء الاسواني. يعني انت ليه ما شفتش ابدا شخص طالع بيقول في رداءة ادبية نتيجة لنص علاء الاسواني، ازاي ده يتقدم على انه ادب؟ انت عارف يعني مين يعني، تعال نتكلم شوية عن علاء الاسواني بقى معلش، يعني طالما انتوا يعني واصلين لهذه الدرجة في محاكمة الناس وهي بتكتب. انا تخيلت ان انا يعني اللي منرفزني في الموضوع ايه يا رشا؟ تخيلت ان انا عايش في مصر وممكن بكون بكتب حاجه والاقي نفسي قاعد واقف قدام النيابه بسبب شيء انا كتبته، المفروض ان انا يعني المفروض ان يبقى فيه على الاقل شتمني، يعني على الاقل شتمني يقول لي انت كلام انت بتكتبه ده كلام فارغ، وانت قاعد في بيتك وانت ما ينفعش تكتب. اوكي كل ده كلام مفهوم جميل ممكن استقبله ومفيش اي مشكله، لكن ان انا اتعرض لمشاكل تخص حريتي او ان انا ادفع غرامات او مسائل بسبب حاجة أنا كتبتها، يعني والولد بالتأكيد يعني بالتأكيد ما هوش يعني كفتاجي، لا بيكتب بلغة عربية توضح إن ده واحد على علاقة بالأدب، بس هي المشكلة إن هو اختار
يعني ان هو ايه ما يعملش رقابه قوي على نفسه وهو بيكتب. يعني دي برضو مشكله كبيره يعني. يعني معناها ان انت بتحط ان انت عشان تبقى اديب في مصر عشان تكتب لازم يكون جاهز الجانب الرقابي دائما جواك، لان مفيش حد هيرحمك لما تقع مش هتترحم. طيب فده اللي خلاني مستفز يعني. طالما انتوا مش يعني تعالوا نتكلم بقى عن علاء الاسواني اللي هو القائد والثوري والكبير واللي بيتكلم بيه يعني على اساس انه اديب عالمي. علاء الاسواني ده إيه؟ يعني الروايه المركزيه اللي عملته اسمها ايه؟ اسمها عماره يعقوبيان. بيتكلم فيها الشخصيه المركزيه في الروايه ايه؟ عارفه ايه؟ مش عارف اذا كنت قريتيها ولا لا. واحد دخل عايز يدخل كليه الشرطه فاترفض من كليه الشرطه سليم فبقى ارهابي. يعني لك ان تتخيلي شيء يعني ايه ده؟ يعني ايه اهميه هذا الشخص التافه اللي ابوه بواب وعايز يدخل كليه الشرطه فاترفض في كليه الشرطه فعشان كده بقى ارهابي. وعلاء الاسواني في اخر الروايه بيستقبله في الجنه يعني. يعني هو بيموت وبيدخل الجنه المفروض طبقا للروايه اللي بيكتب. الكلام ده مكتوب وكل الناس تقدر تقراه. واحد داخل لاختبار كليه الشرطه هو كده علاء الاسواني كاتب ومزور في ورقه الكتابه اللي يعني ما بتكلمش انا مش بالف ده هي روايه عماره يعقوبيان بتقول كده. الولد ابوه بواب ولما دخل اختبارات كليه الشرطه زور في الورقه وقال ان ابوه موظف ودفع جنيه لشيخ الحاره عشان يزور هذا الايه وظيفه ابوه. ففي في كشف الهيئه الضابط قال له انت ابوك بيشتغل ايه؟ قال له موظف. قال له موظف ولا بواب؟ فقال له بواب يا فندم. يعني فما متقبلش. طول الروايه المفروض ان ده يعني ان الراجل ده اتعرض لايه؟ للاضطهاد. اضطهاد ايه ده؟ انت مزور، ده انت كاتب عن واحد مزور. يعني اللي انا افهمه ان انت تقدم لي شخص ولد ابن بواب عايز يدخل كليه الشرطه مش عارف اقول لك ايه يعني مقرر حتى ده يعني شخصيه تافهه بس لنفترض يعني مقرر ان هو يكتب يعني ابوه الحقيقي مهنته كانت ايه فبيترفض فبتبقى دي ازمه. لكن ده انت مزور يعني يعني المفروض ان ايه يعني شخصيه يعني اقول لك ايه اللي ما ينفعش ابدا انها لا تتعاطف معاها ولا تتكتب عنها ولا يتقري عنها ولا اي شيء وعامله يعني بطل ويعني ونموذج وحاجه بالشكل ده وبتتمحور الروايه حواليه. شخصيات نسائيه حوارها الداخلي اقول لك ايه شيء مقرف. يعني مش عارف يعني مش عارف بالفعل ليه انا مضطر ان انا اقرا عن هذه الشخصيات؟ ليه جيل من المصريين ممكن يبص لشخص زي ده فيقرا يعتبر ان دي يعني يعتبر ان هذه هي القراءه؟ يعني انا بتخيل كده يعني ولد في مصر بيتفرج على ماتشات كوره وعايز يقرا فبيقول لك اما اجرب القرايه دي فنقرا روايه طب مين المشهور علاء الاسواني فيقرا حاجه زي عماره يعقوبيان. اولا شيء ممل جدا هتكرهه في القرايه اساسا لانها شيء يعني صعب جدا. يعني بالتاكيد مفيش وجه للمقارنه ما بين اللي كتبه هذا الانسان علاء الاسواني احمد ناجي وما بين علاء الاسواني اللي بيتقري واللي معتبر يعني روائي. ما تكلمنيش طبعا ان هو اترجم وانا ما اترجمش. الغرب مترجم حاجه تافهه جدا معموله في السعوديه اسمها فتيات الرياض، روايه اتفه من التفاهه مترجمينها. يعني في مشكله هنا مع الغرب انه ساعات يعني بيتعامل معانا على ان دي يعني جبلات قرود. هو علاء الاسواني متكلم عن مجتمع الشواذ وحاجات بالشكل ده في القاهرة ومش عارف الجو يعني ايه جو بالنسبة للغرب بيريح الغربي ان هو يقرا ان العرب بهذا الشكل. يعني بالتأكيد مختلف تعامل الغرب مع علاء الأسواني مختلف تماما عن تعامل الغرب مع نجيب محفوظ. نجيب محفوظ المكسيكي عملت له فيلمين خد نوبل، ده روائي بالفعل، دي حاجة تانية خالص. اللي أنا عايز أقوله إن ما تقوليليش إن ده كلام تافه. يعني ما يطلعش واحد يقول لك انا مش ضد احمد ناجي ان هو معمول له قضيه عشان ان انا ضد الحريات، لا بس الكلام تافه قوي. النص تافه. النص لا، النص اقيم بكتير من نصوص ناس انتوا بتعتبروهم اساتذه عندكم.
وانا على استعداد لدخول نقاش بقى لو نتكلم مش مجرد كلام الفضفاضه ده. لا انا تعالى نمسك علاء الاسواني اللي انتوا بتعتبروه كاتب ونشوف شغله ونشوف الولد ده احمد ناجي ونشوف مين اقيم بما لا يدع مجال للشك. احمد ناجي ده في ميزان الروائيين، مع انه يعني المشكله ان ايه، مش عايز ابالغ يعني لكن في النهايه بلاقي نفسي مضطر. لا النص قيم بقى، لو هنتكلم في مساله ان تبقى سؤال الحريه مرتبط بفكره الجوده الادبيه، لا ده بقى ده جيد ادبيا. واللي يقول ان احمد ناجي ده في هذا النص نص تافه، بمعنى ان هو يعني النص مش محقق الشروط الجوده الادبيه، يبقى ما بيفهمش اي حاجه. لو هتعتبر علاء الاسواني اديب، يبقى ده اديب اكتر يضرب علاء الاسواني بالجزمه، معلش يعني. فبتيجي قدام سؤال حريه لناس بيتكلموا عن الحريات، هم اساسا مش قادرين يعملوا هذه الفوارق ما بين الحريات وما بين المسؤوليات وما بين هذه المسائل. هو بيتعامل ان انت خرجت عن مسؤوليتك ككاتب، ان انت ذكرت اسم الفاظ يعني ايه بتعتبر في منظومه الرياء المصريه الفاظ خارجه ما ينفعش انها تتكتب، مع انها بتتقال. انا قلت لك المشكله في فكره الكتابه، فكره ان ما هو مطبوع لابد ان هو يكون محاط بقدر من القداسه، واخد بالك الفكره ايه؟ ده سيف من الارهاب مسلط على رقاب البشر. الكارثه في الموضوع هي مش ايه يعني، هي الكارثه في ايه؟ انت بتقولي مين اللي المفروض ان هو يشيل هذه الشعله النهارده في هذا البلد، شعله الحريه وشعله يعني الحريات الشخصيه وحريات الابداع؟ اذا كان هم هؤلاء هم المفروض نجومهم هم دول، علاء الاسواني وبلال فضل ويسري فودة اللي كان طالع بيتكلم عن دعوه الشباب للجهاد في سوريا، ده يعني حاجات من هذا القبيل. زي ما قلت لك علاء الاسواني اللي عامل لي الارهابي بطل في اخر الروايه. مين انا مش قادر افهم. فبتكتشف ان لو تفتكري ايام كنا بنتكلم عن يناير، لما كنا بننبح في اصواتنا في البالتو ايام يناير، وازاي كنا مبسوطين بيناير وان اي حاجه هتغير وحاجه خلاص يعني في الاخر الروح رجعت لينا. لا النهارده يناير، رموز يناير، رموز فكرة يناير هم بهذا الشكل، يعني هم بهذا الشكل الواحد فيهم. ويعني أنا زي ما قلت لك هي منظومات، يعني ما كتبته هذه الفتاة هي معبرة عن يناير، وأنا متأكد إن أي واحد مدافع عن فكرة يناير لو قرأ نص أحمد ناجي ده هيقول نفس الكلام، ده كلام فارغ وإيه التهريج ده وده وإزاي أخبار الأدب تنشر هذا الكلام، والسيسي وهيجيبها في السيسي في الآخر إن هو إيه يعني إيه ده اعلام دوله تافه وبتاع. ما الولد المفروض ان انت تكون بتدافع عن الحريات، يعني منظومه الحريات مفهوم الحريات اساسا خطا، لسه في مش خطا ده مش موجود اصلا. يعني خبر تاني مثلا عن في مصر برضو ان شباب معمول لهم قضيه بسبب جنس جماعي، والسؤال هنا يعني انت ازاي عرفت انت كجهاز يمشي الفكره ان هم كانوا في حالة جنس جماعي أو لا؟ هو الفكرة هو هذا الفعل كان معمول في الشارع. أنت إزاي أنت منين خدت الحق كدولة في إن أنت يعني تتتبع حياة الناس الشخصية وتشوف إن هم بيعملوا إيه؟ لا مفيش هذا الكلام. هتكتشفي إن يناير وحزب يناير، علاء الأسواني وبلال فضل وفرق مش عارف مين ويسري فودة، كل من يدافعون عن الحريات باسم يناير، لا هتلاقي إن هم مع يعني مش هتلاقي واحد فيهم بيدافع عن قضية بهذا الشكل. دول معمول لهم قضية جنس جماعي، يبقى دول فجرة وفسقة، وهتلاقي وانا اتورط ليه؟ انا اتورط ليه في الدفاع عن قضية زي دي؟ انا ليا قضايا أهم، ليا قضايا أعلى، قضية المعتقلين مثلا، قضية قانون التظاهر، قضايا يعني إيه الأهم؟ يعني أنا مش قادر أفهم مين اللي بيدي معيار أهمية لشيء عن آخر؟ هي قضية حرية الإنسان الفرد في هذا البلد، إن كل إنسان يعيش حر ويبقى حر ولا لأ؟ يعني ليه ايه اللي بيخلي في حريه انسان انه يتظاهر اهم واقيم من حريه الانسان انه يكتب او انه ينشر ما يكتبه؟ يعني ايه اللي بيدي لك هذه القيم؟ يعني فكره ان انا يعني يناير وان انا مناضل ده يدي لك الاهميه ان انت تقيم
ان ده اهم يعني، ده حريته اهم، وده حريه، وفي حريه تانيه اهم من حريه تانيه. فتكتشف ان انت في مناخ غريب، انت بتدافعي يعني، انت يعني بس. حتى السيسي نفسه، السيسي يعني واضح تماما كل ما بيتكلم ان ده راجل يعني ايه متورط في برضه، زي كان مرسي، زي ما مرسي كان قبله، بس يعني هو يعني ايه اداؤه افضل من مرسي شويه، مش على هذا القدر من الفضائحيه، لكن هو في النهايه برضه مش اعقد مصر، اعقد بكتير جدا جدا من ان هو يمسكها. فواضح ان هو مش فاهم، في مناطق كتير جدا مش فاهمها، في مفاهيم كتيره جدا غايبه عنه، رغم ان هو ايه. لكن في النهايه يعني عشان الواحد يلاقي نفسه يعني ايه متورط في قضيه كده، في قضيه مواجهه، في قضيه من اجل الحريه، مين اللي واقف جنبك؟ يعني مين اللي واقف جنبك؟ مين اللي يعني ايه تحسي ان هم معاكي على نفس الموجه دي؟ لا، اللي واقفين جنبك ليهم قضايا تانيه خالص، اللي واقفين جنبك قد يعني في لحظه من اللحظات هيرفعوا المشانق برضو، هم ليهم مفاهيم يعني، في منظومات خاصه بيهم جدا، فيما يتعلق بالحريات، فيما يتعلق بكل شيء، اللي هيخرج عنها برضو يعني ايه مش يعني من مش قابل للدفاع بالنسبه لهم، مش من ضمن يعني مش من ضمن الاليات الدفاع بتاعتهم، او ماكينه الدفاع والهجوم بتاعتهم. هي المساله سيستم، هي المساله مش على المستوى الدولي. هتلاقي نفس الموضوع يعني، دي نتكلم مثلا عن ناس كتير جدا مرتاحين مثلا من الوقوف الى جوار بشار الاسد، على اساس ان هو بالفعل يعني بيعبر عن الفكره المدنيه، على اساس ان من يواجهونهم هم داعش، هم جبهه النصره، هم الاخوان. ناس كتير جدا جدا بتكتب هذا الكلام، بس انا في النهايه انا مش قادر في الحقيقه الاقي نفسي واقف في خانه واحده مع ايران، مع حزب الله. انتصار بشار الاسد النهارده هو انتصار لحزب الله، وبالتالي انتصار لايران. وفي في الدنيا دولة في التاريخ يعني خلت انسان يعيش يعني looking over his shoulders زي ما بيقولوا بالانجليزي، يعني بيلف حوالين نفسه زي سلمان رشدي، بسبب يعني ايه ده حصل امتى في التاريخ؟ ايران بقعة ظلام في جبين الانسانية. ايران شيء يعني اذا كان هناك شر في التاريخ البشري السياسي ما بعد هتلر، فبالتاكيد هذا الشر متمثل في ايران والسعوديه كنظامين للحكم. مين الاشر فيهم؟ بصراحه ملاحظه كده يعني فلاش كده على طول بقول ايران، مهما كان هي ايران مفيش اشر من هذا النظام في التاريخ يعني في في في, في الساحه اللي موجوده دلوقتي. بكتشف ان انا في النهايه لازم ان انا الاقي نفسي في قضية زي قضية الحرب في سوريا واقف إلى جوار حسن نصر الله، واقف مع إيران في إيه؟ لا طبعا لا. بتفكرني بفكرة لما كنا بنتكلم أيام بعد أيام شفيق ومرسي والكلام ده، فعلا في لحظة بدون لا يعني فعلا لما براي فكرة المقاطعة ولا ندي لشفيق ولا مش عارف إيه، فعلا في لحظه كده الموقف المريح بيبقى لا خلوا ولعوا فيها يعني، اختاروا شفيق، اختاروا مرسي، اختاروا اللي تختاروه يعني، فتشعلوا فيها بنيرانيكم. انا ماليش دعوه، انا ايه اللي يخليني ادي لشفيق مثلا؟ المفروض ان احنا طالعين من ثوره ضد مبارك، او ايه اللي يخليني زي ما ناس كتير جدا منهم زي علاء الاسواني مثلا القائد اللي هو بيمثل الثوريين ومش عارف مين ادى بوضوح لمرسي، انا ايه اللي يخليني اتورط في حاجات زي دي؟ في الهم العام النهارده. طب لنفترض ان الواحد هيخرج يعني خلاص، خلي مصر اللي في مصر ومش مهم بقى يحصل اللي يحصل، طالما الواحد عايش في اوروبا بيقدر يكتب اللي هو عايز يكتبه، وطز اللي يتقبض عليه يتقبض عليه وخلاص. الموضوع برضه مش بهذه السهوله، لان الحاله اللي موجوده كل يوم هنا في اوروبا بحس بيها بقت مختلفه. يعني صاحبي اللي كنت بتكلم معاه الالماني اللي اعرفه من
عشر سنين بيتكلم معايا النهارده بشكل مختلف، بحس بيها، بحس بيها. النهارده مثلا تدخلي سوبر ماركت فتلاقي يافطه كبيره بالعربي بس، بالعربي بس من ضمن كل اللغات المستخدمه في المانيا بتحذر ضد السرقه. هو طبعا في المانيا ممنوع ان انا اشتم، ان انا اقول انت عربي او ان انا اهين العرب، ممكن اتسجن فيها. بس في اشكال تانية للاهانه، لو عايز اهين ناس هقدر اهينهم بقى، احط لهم يافطه وحذر بس بلغتهم من السرقه. دي اهانه، دي اهانه. طبيعي ان انا احط اليافطه بلغه البلد الالماني، لو عايز احذر من كده احطها بالعربي، يعني انا بوجهها ان العرب لصوص وما اقدرش اتكلم، انا هشتكي ضد ايه؟ هيتقال لي هم دول اللي بيسرقوا بصراحه يعني. فاللي عايز اقوله لك يعني فكره اللي لا، حتى في المهجر، حتى واحنا بعيد عن البلد، لا يعني هذا المستنقع المسمى بالشرق الاوسط، وهذا المستنقع القائم في اخلاقيا وكمنظومه قيم وكمنظومه قانونيه في مصر، بيأثر في الواحد هنا، بيأثر في الواحد هنا بشكل كبير، وبيشاع اشعاع ان الواحد متهم. يعني الواحد متهم حتى كان ما بيفكرش هذه الافكار، بس متهم ان هو يعني واخد موقف مضاد للحريات، ان هو غير متماشي مع العصر، ان هو حرامي ممكن، لص، مخرب. وطبعا ازمه اللاجئين واللي حصل بعد ازمه اللاجئين بيعمق هذه الهوة بشكل هو. فاحنا داخلين على فتره يعني مش عارف اقول لك ايه، اللي انا يعني عايزين نوصل كده، لو قدرنا نوصل في مصر لهذه الصيغه، ان يعني كل يعني انتجوا مفهوم مغاير للحريه شويه. يعني مفيش حاجه اسمها حريه كويسه، حريه في الدفاع عن المظلومين، وحريه ثانيه يعني مش صحيحه. يعني ما تنفعش لو اللي بيمارس هذه الحريه كتب شيء خارج في نص ادبي. نتفق على ان كل انسان حر طالما لم يضر غيره. ومفهوم الضرر نفسه، مفهوم الضرر لازم يعني تفهمون، ان تكتشفي ان مفهوم الضرر بيتسع جدا. يعني انت ممكن تتكلمي، انا ممكن اقول مثلا ان انا ما عنديش مشكله مع دوله اسرائيل، فده ممكن يكون ضرر لناس ثانيه. ممكن واحد يسمع الكلمه دي فده بيأذي المشاعر، فانت حر ما لم تضر. لا، انت ضرتني. ازاي تقول ان اسرائيل كويسه مثلا انت ما عندكش مشكله مع دوله اسرائيل؟ دي حاجه تضرني. طب وبعدين؟ يعني مفهوم الضرر بهذا الشكل ممكن يوصل المجتمع لايه؟ لو بصيتي لدول، خدي بالك مثلا من صفحة إسرائيل تتحدث بالعربية. الولد أدمن صفحة إسرائيل تتحدث بالعربية بيشرح، عمال بيشرح للي بيعلق. طبعا بيعلقوا كلهم شتايم وزي ماكينة السباب العربية، بس لما بيلاقي فرصة للتعليق على حد معين زي ما يكون بيعلم الناس اللي داخلين عنده دي مفاهيم هي مش مفاهيم اسرائيليه. يعني هو بيظهرها كده ان هو دي مفاهيم المجتمع الاسرائيلي، ان انا مفاهيمي اسرائيليه. بيعلمهم ان عندنا في اسرائيل فيش حاجه اسمها شهود يهوى، دول ضايفه دينيه ضد الخدمه في الجيش، محدش يقدر يلمسهم، بينشروا تعاليمهم بشكل عادي. بس اللي يقتنع بتعاليمهم ويرفض التأديد الخدمة العسكرية بيدخل السجن، لكن احنا ما نقدرش نمنع نشر الدعوة نفسه. مفاهيم يعني من هذا النوع، مثليين جنسيا مثلا، رغم انها دولة المفروض ان هي يهودية لكن ما بيحكمهاش التوراة، ما بتحكمهاش القيم الدينية في هذه المسألة. ما نقدرش ناخد موقف من المثليين جنسيا. في كذا العرب والمسلمين واخدين حقوقهم الكاملة كأقليات في هذا البلد، ليها حق الممارسة الدينية، حاجات من هذا النوع. المفاهيم اللي بيحاول يفهمها لهؤلاء زوار الصفحة هي مش مفاهيم إسرائيلية، هي مفاهيم عالمية. هي دي المفاهيم القائمة في أمريكا، دي المفاهيم القائمة في ألمانيا، دي المفاهيم القائمة في بريطانيا، دي المفاهيم القائمة في أي مكان. لكنها تحولت عندنا، تخيلي وصلنا لغاية إيه؟ إنها تحولت إلى مفاهيم إسرائيلية. يعني دي إسرائيل هي الوحيدة اللي بتطبق هذا الكلام، هي الوحيدة اللي متعايشة مع العصر في هذه اللحظة. طبعا ده كلام يعني بالنسبه للناس الاسهل
بشكل كبير ان انا اقول يعني ان اسرائيل هي كيان عنصري وخلاص. طب الكيان العنصري ده انت اسمع الله عليك يعني ما بتشوف شوف اشكال العنصريه في مجتمعك. انت جاي تقول على اسرائيل يعني باي حق بيرتفع صوت واحد كده النهارده في هذا المجتمع ويقول اسرائيل اسرائيل كيان عنصري؟ طب انت يعني مظاهر العنصريه عدها لك في مجتمعك شكلها ايه؟ قبل ما انت تعد يعني بتعد مظهر في بلد يعني بالتاكيد بالتاكيد مهما كانت المشاكل مش عايز اسمع ان انا بدافع عن اسرائيل برضه او ان هي لكن ان في النهايه مهما كانت المشاكل المتعلقه بالحريات حتى داخل الضفه الغربيه حتى المشاكل الخاصه بالخروجات ملهاش اي وجه للمقارنه بما يحدث في السعوديه بما يحدث في مصر بما يحدث في اي بلد عربي. فبس الولد ده ما عرفش ايه اللي هيحصل له احمد ناجي بس اعتقد ان هو ممكن يتحبس ما حدش هيسال فيه. اي كاتب النهارده هيخاف فكره ان الدوله ممكن تلاحق الناس على اساس علاقاتها الخاصه ده ممكن يخلي اي واحد يخاف. احنا داخلين على فتره الكارثه في الموضوع زي ما قلت لك هتقفي قصاد الى جوار مين في مواجهه ده؟ يعني انا بيهددني فكره ان انا ان في حريات مخترقه والرغبة في الوصول إلى مجتمع فيه مساحة من الحريات أكتر. مين رفاق الضرب في هذه المسألة؟ أو مين من كتفي إلى كتفي في هذا في هذا في هذا السياق؟ يصرفوا ده بلا الفضل؟ لا لا شكرا لا. مش هي دي الأشكال خالص خالص ولا ما يدعون له نهائيا. دول يعني في النهاية لو شالوا السيسي هيجيبوا مرسي ويجيبوا الاخوان بلا اي مشكله وهي فصيل وطني وفصائل وطنيه ويعني ما فيش اي مشاكل معاهم في هذا القبيل. يعني مفاهيمهم من الحريات مختلفه تماما خالص عن المفاهيم يعني. فبكتشف ان لا يعني فعلا ما فيش حل ما فيش حل غير ان هي تمشي بهذا الشكل لغايه اما يبتدي يتكون وعي مختلف عند الناس يبتدي بيبقى في اراء بتطلع بشكل او باخر وفي تضحيات هتدفع بالتاكيد بالتاكيد. ما بحسدش خالص الناس اللي عايشه في مصر وبعد الثوره كان الواحد يتخيل ان هو ممكن يرجع في يوم. النهارده كان الواحد نفسه يتخيل يعني متخيل انه ممكن يرجع في مصر في يوم فكرة الموالد والحالة الصوفية اللي موجودة دي ويكون واحد متفرغ يكون عنده قدرات مادية ان هو ايه يعيش ما يشتغلش في حاجة بس ايه يتنقل يتفرج على البلد يتنفس هواء حر حلم يوتوبي. يعني الموضوع بيجي ماشي من سيء الى اسوأ ومن مظلم الى اكثر ظلام. لكن احنا موجودين يعني هنشوف يعني في برضه يعني ما زال في حاجات الواحد ممكن يعيش ليها مشرقة بيحاول ان هو ايه ما يتورطش اكتر واكتر في الاكتئاب. بس ساعات الواحد بيبقى عايز بس ان هو يفضفض. شكرا يا رشا اتمنى ان انا ما كنتش وجعت دماغك. Have a nice night.